ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد سؤال. اعرف اللي فيه شقة. طب هات شقة فول وقول لي على اللي فيه شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد ياض إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوه يا ست ماطرة. مراته ومرات خاله. أيوه، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافية حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولاية دي؟ طبعًا نجيب قرارها. هي كيميا يعني؟ انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتوم. حن ايه؟ حنتوم. طب انتوا رنتا؟ ماشي. حنتوم. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنت يابيسة مش قادرة تلم على نفسي وما دقتش طعم النوم، مش عارفة أعمل إيه وأسوي إيه. أنتِ المرة اللي فاتت برضو يا أبلة كنتِ مرعوبة كده، لا أفنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المرة اللي فاتت كوم والمرة دي كوم تاني خالص. الاتنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا أبلة أنا حاسة إن أنتِ بتهولي الأمور، والعمروتي ده إيه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفلة. المالت مفيش أوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل أي حاجة. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لأفنجينا بدل ما تروحي للمالتي يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخة ده؟ استحالة يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي. اصلا انت مش عارفة اللي بيني وبينه، أفنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقة بيها وقافشة في دلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنة اللي عرفتك عليه. افتكرته بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رأيك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لا تعاجن جاوبي على السؤال. يا اختي براحة عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت، اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك.
اه يا سفله يا واطيه، مش بتغوري. انا سفله قوي، وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا، كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. براءة؟ عسل قوي براءة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا وليه؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنة وقال انها لازم ترتاح شوية. كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز. طب والختمة الشريفة ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على اللي نابك. يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جدتها متلجة. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال أهلك؟ يعني ايه مال أهلي؟ هي متلزقة يعني؟ خشي. خش دخلت أهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله، ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام سامي تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ مالك يا أبلة؟ في ايه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت اجفرط لحبيتين بلاش.
البنت دي خدتك ورحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، رحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانت ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حتة عيل يشيل اسمه. وإذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا، مش عشان تخرجي برة وتلطينا وإحنا لسه بنقول يا هادي في أكل عيشنا. خمدي دلوقتي ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. بتهببه ده هتدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغامق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصل انا عارف ان انا سابق عندك. عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس. ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحة جديدة. اقعدي يا بت، اقعدي. ما تاخذنيش رمانة معلش، اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براء، انا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشه في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس. افندينا حلوه السكه بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءه، براءه النوح، قبض الروح. بس أنا جايلك النهاردة عشان أفتح معاكي سكة جديدة. هحط إيدي في إيدك يا رمانة وهفتح لك طاقة القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. أما بقى لو سديتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في أوضة ضلمة معفنة لغاية ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا براء، هات من الاخر، انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوة. شوف يا بنت الناس، في مصلحة بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيب لي اخبار خميس اول باول، وانا هديكي 10 أضعاف اللي بتاخدي من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ انت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها أحلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو؟ انت عايز ايه بس؟ أنا معرفش أيتها حاجة. عارفة كتير وهتعرفي اللي أكتر. طب ما أنت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ انا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي انا عايزهم منك وعلى قد اللي هتقول.